بنتكلم عن البعد عن التوتر يعني. فهاخد كذا نقطة. أول نقطة وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار. يعني بيقولوا التواجد دلوقتي بين الزوجين في البيت طول الوقت فيس تو فيس. إيه الخطر؟ الخطر إنه ممكن يبقى فيه خلافات، مشاحنات، ده بيضعف الحالة النفسية وبيعمل استرس. طبعًا. وإحنا اتعلمنا وعارفين إن الاسترس ده بيضعف الجهاز المناعي. أيوة. طب أنا مش هقدر أسيب البيت ولا هي تقدر تسيب البيت، طب نعمل إيه؟ حظر تجول. طب حظر التجول نعمل وقف إطلاق النار. يعني بقترح إن أحد الزوجين وليكن الزوج مثلًا يخش أوضة النوم ويجيب عصاية المكنسة، يفكها من المكنسة، يحط فيها فوطة بيضة كده ويطلع إيه؟ هو الحقيقة إحنا بنسمع شكوى كتير من الزوجات بخصوص وجود الأزواج لفترة طويلة في البيت الحقيقة. يعني في بنسمع شكاوي كتير في يعني في تقرير في الأمم المتحدة للأسف بيقول زيادة العنف ضد المرأة نتيجة الظروف دي، زيادة المشاكل العائلية. احنا يمكن بعيد عن الموقف العنف ده، لكن عايزين نعمل ايه؟ مبادرة وقف إطلاق النار. ازاي؟ وما انا بقول اهو يعني بقترح وجايز اطمع انها تزيد شوية، تبقى ايه؟ معاهدة صلح. يعني وقف إطلاق النار دي حاجة مؤقتة، نقول تعالوا نتفق ان احنا مش محتاجين في الوقت ده ان مناعتنا تضعف. على الاقل انا ومراتي واولادي مهما اختلفنا ما اتمناش لا جوزي ولا مراتي ولا اولادي يحصل لهم حاجه. فالتنشن ده بيبوظ الجهاز المناعي بشكل رهيب زي ما احنا شفنا وزي ما نقرا اكتر من كده. يعني ده لسلامتنا النفسيه والجسديه محتاجين نعلن وقف اطلاق النار، وكمان حضرتك قلت ومعاهده الصلح. يعني ايوه، ونصنع معاهدات صلح. يعني حتى نقول ايه؟ طب خلينا فتره قعدنا في البيت نبقى في سلام وامان ونتخانق بعد كده. يعني خلي النكد يوم تاني، خلي الخلافات بعد كده. المشكله ان النكد جايز مرتبط بالوقت الطويل اللي بنقضيه مع بعض وما كناش واخدين على كده. بالظبط. في حلول عمليه الاكتيفيتيز والانشطه ووجد انشطه جديده، ممكن بعض الالعاب البسيطه نفتكر ان احنا نلعب مع اسرتنا بس في وقت. لان الكتاب بيحذر من الحته دي يقول ايه؟ فاذ كنتم تنهشون وتاكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. يعني خليني ابص بصي، انا فعلا متحامل، يعني هو غلطان في حقي وفي تاريخ اصلي. يعني الفكره ايه؟ ان احنا من ساعه ما اتجوزنا وهو مهمل وهو كذا وهو كذا وهو كذا، فمجموعه حاجات وجعاني من الزوج او وجعاني من الزوجه. بس انا النهارده في وضع حرج شويه، ان احنا في خطوره. بيقولوا المشاكل العائليه من اكتر الحاجات اللي بتعمل استرس نفسي على الزوج او الزوجه وعلى الاولاد. اكيد طبعا. وبالتالي كل اللي بنعمله عشان تقوية المناعة ممكن نضيعه في خناقة لموضوع جايز لو حصل حاجة نقول يا ريتنا ما اتخانقنا، يا ريتنا كنا أجلنا. أيوة. احنا مثلا متوقع في مصر نقعد كمان أسبوعين، بره بيقولوا الحمد لله يمكن أسبوعين ثلاثة فنقول الوقت اللي جاي ايه؟ نهدأ فيه ونعمل معاهدة صلح. أيوة. ونقول كده ايه؟ سنؤجل. احنا هنتخانق وكل حاجه بس ممكن نتخانق بعد اسبوعين. يعني بعد ما مش الشغل. عندك امل انه يعني نلغي الخناقات؟ لكن عندي بس انا قصدي اقول يعني ستيب 1 نمشي بمراحل. ما فيش حد يعني ما فيش بلدين بيبقوا في حرب بيقولوا بكره صلح. بيعملوا الاول يعني وقف اطلاق النار ثم هدنه. أيوة. ثم معاهده صلح ثم اتفاقيه ايه مستمره. برضو احنا نمشي لانه احيانا لو قلت لحد خلاص انسى كل حاجه بيقول لي ده صعب قوي، ده تاريخ وايام وجراح ومتعب. فاقول بس ايه؟ نعمل ايه؟ معاهده صلح مؤقتا، نقول لغايه ما يخلص الحظر سنؤجل الخلافات، بعد ما الدنيا تعدي نبقى نفكر نقعد لها. لو انت نفسك ان الموضوع يتحل، دي تاني نصيحه. أيوة. لو انت ابن ربنا، الحاجه الوحيده اللي تنجيك من المشاكل دي انك انت، ودي تاني نقطه، انك تسلك بالروح ولا تسلك بالجسد. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ ان الانسان الروحي ابن ربنا اللي ساكن في مدينة الله ممكن يكون بيعيش بالاعتماد على قدراته الطبيعية، وده اسمه السلوك بالجسد، او بيعيش بالاعتماد على قدراته الروحية. رب المجد يسوع بيقول ان الجسد ضعيف اما الروح فقوية. الروح قوي، الروح الانسانية، ده مش الروح القدس. والروح القوية دي تقدر انها يقول اما الروح فنشيط اما الجسد فضعيف. الروح الانسانية قوية. لو انا بسلك بالروح يبقى عندي جهاز وإناء وقدرة روحية تستطيع أنها تعمل حاجات أكتر مما تتخيل.
تقدر تسامح بسهولة أكتر، كأمثلة الغفران تقدر تسامح بسهولة أكتر، تقدر يبقى عندها جديد بسهولة أكتر، تقدر تمتص الصدمات والطلقات النارية بشكل أقوى، تقدر تكون محصنة ومحمية، جهاز روحي قوي أكتر من الجهاز الإنساني الضعيف. يعني في كيانات إنسانية قوية على فكرة، بس برضو الكيان الروحي أقوى. فكم بالحري لو كياني الإنساني ضعيف، طب أعرف إن كيان الإنساني ضعيف إيه؟ أي كلمة بتتعبني، أي موقف بيجرحني، أي حاجة بتضايقني. فأرجوك أتوسل إليك في الوقت ده إنك تاخد خطوة ناحية السلوك بالروح. فكرة السلوك بالروح اللي حضرتك بتتكلم عنها فكرة مشجعة وقوية جدا، إنه يكون جوايا كيان قوي أقوى بكتير من الإناء الضعيف اللي أنا كتير مش ببقى حاسس إن أنا قليلة الحيلة معاه. إزاي بشكل عملي أعيش كده؟ هقول نقطتين عشان الوقت يعني مضغوط شوية. أول نقطة، أنا إيماني لازم يرتفع أني أنا سالك حسب الروح مش سالك حسب الجسد. يا رب أنا إنسان كيان روحي ليا نفسه بسكن في جسد، أنا مش جسد، وده الإيمان. برفع إيماني وبردد الكلام ده، يا رب أنا كيان روحي. طب معلش أنا أسفة، إيماني ده بناء على إيه؟ بناء على قرار مني؟ بناء على كلمة الله، أن الله قال ليا أني أنا النهاردة ليا سلوك بالروح، وقال كده ان في رومية 8 اذا لا شيء مدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لو قريت رومية 8 كده واتمعنت فيه وقعدت اعلن ايماني واردد الكلام اللي موجود فيه، دي اول خطوه ان انا ليا هذا الامتياز. انا كابن لله ليا هذا الامتياز اني اسلك بالروح. صح، لان كان الانساني او السلوك بحسب الجسد ضعيف، وده اللي بتوضحه رساله رومية. تاني نقطه، اني اواجه اعمال الجسد، ده زي ما الكتاب المقدس أعمال الجسد بتمثل إنسان العتيق، أواجه أعمال الجسد. الرب علمني كده أن أنت أيها الإنسان العتيق مصلوب، علمين هذا الإنسان العتيق قد صلب معه. أواجه هذا الجسد، أول ما أحس بانفعال وغضب وذاتي وكرامتي أواجه الكلام ده، أرفضه. أنا ليا كيان عظيم إلهي، أنا ليا كيان روحي قوي. الإثارة بتاعت الكلام ببقى عارف، أنا بحس بهيجان كده، الواحد يقول لك بحس كده العتيق بيفوق. لا، أنا مش عايز أفوقه الأيام دي، عايز باستمرار أعلن إن صليب المسيح جاي عليه. فلازم حاجة تزيد وحاجة تقل، لأن التحديات دلوقتي فيها خطر على حياة الإنسان، مش بس خطر على حياة والصراعات دي بتأثر على الأولاد. فخطين، خط الروحي إن أنا برفع إيماني بإني كيان روحي وعندي سلوك روحي وعندي ملء بالروح القدس بيسند، ملء بالروح القدس بيسند الإنسان الجديد والإنسان الروحي، ومواجهة الإنسان العتيق ورفضه. لا، أنا مش بتاع غضب، أنا مش بتاع انفعال، أنا مش بتاع ثورة، أنا مش هبص لنفسي. في مواجهة للقديم وفي قوة للجديد، وبالطريقة دي نقدر نعدي ونقدر علامة علامة الصلح والراية البيضة مش تعني استسلام، يعني ما تزعلش يا سيدي الزوج، دي مش علامة استسلام، دي علامة حكمة.